الرحيم. أنا حلب نشكر جمعية قلم دار على تقديم المساعدات. نحن في حلب مع فك الحصار، نحن اليوم 8/8/2016، الله يزين علينا كل خير. قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان. سلطانه باق ويبقى ملكه هذا، ويفنى كل ذي سلطان. في كل شيء قد تكامل صنعه، ذا محكم التنزيل. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden Cuma, 19 Ağustos 2016. İstanbul'dan Kalemdere'nin gönderdiği su turumuz şu an Suriye tampon bölgesine ulaştı. Buradan Halep'e dağıtma üzere yola çıkacak. Allah her sahiplerden hayrını kabul etsin. السَّمَاءُ تَزَيَّنَتْ بِكَوَاكِبٍ لِجَمَالِهَا رُفِعَتْ بِلَا أَرْكَانٍ.